عمتي انا خايفه قوي ومش مطمنه. بقول لك ايه، كفايه اللي انا فيها، انا مش ناقصه. عايزه تفهمني ان انت خايفه على كريمه؟ طبعا خايفه عليها، مش مرات عمي، قلبي هيوقف من الخوف عليها كمان. يا رب. محكمه ناجي على القضية 100 لسنة 2019. سينا جودة حمدة. ايوه يا باشا، ايوه انا موجود. عندك كام سنة؟ 30. ناجي على المتهمة الثانية. كريمة سليمان عبد التواب. ايه مش موجودة؟ مش موجودة يا ريس. معلش. موجودة حضرة القاضي. أنا موجودة. أنا موجودة أهو. أنا موجودة حضرتك. أنا كريمة سليمان عبد التواب. ازيك يا ست زينات؟ مين؟ داوود، مش فاكراني ولا ايه؟ فاكراك، عامل ايه يا داوود؟ بخير الحمد لله. بقول لك ايه يا داوود؟ أؤمري. أنا عايزاك في خدمة، ولو عملتها هعمر لك جيبك. عمري لي جيبي؟ وأنت حالتك حاجة؟ هتقدر تعمل الخدمة اللي هقول لك عليها؟ أقدر طبعا، بس خدمتي دي عايزاك تراقب بيت محرم وتشوف ريم بتخرج امتى وبتيجي امتى وبتقابل مين وبتقعد مع مين ومين جوا البيت ومين براه، والنهارده قبل بكره. قلت ايه؟ قلت امين اللي انت عايزاه يا ست الناس. ربنا يستر. نورت يا كريم، والنبي الدنيا نورت. تصدق بالله نادرا علي، والنادر امان لما تشرفي عندي في العنبر ده انا هعمل لك زفه تليق بيك. والله قبل ان اتحدث عن اتهام النيابه لموكلتي وبيان انه لم يبنى على اساس من الواقع القانوني واقوال الشهود، اطلب من المحكمه تعديل الوصف والقيد الذي جاء بقرار الاحاله من تهمة الاشتراك في قتل المجني عليه إلى تهمة التحريض على قتل المجني عليه، حيث أن موكلتي لم تقم بأي إجراء تنفيذي للاشتراك في هذه الجريمة، بل إن كل ما ساقته النيابة لاتهام موكلتي هو مجرد أقوال المتهمة الأولى التي اعترفت صراحة بالجريمة وأنها قد استلت سكيناً وطعنت به المجني عليه فأردته قتيلاً. هل قالت أن موكلتي ناولتها السكين؟ أو أنها قد أجهزت على المجني عليه وقيدت حركته لتقضي عليه المتهمة الأولى؟ لا، لم تقل يا سيدي أبداً، بل أن كل ما قالته أنها تحدثت مع موكلتي في أمر تضررها من ظلم المجني عليه ومعاملته القاسية لها، فما كان من موكلتي إلا أن رددت المثل الشعبي الشهير: اصبري على جارك السوء لجيله نصيبة لا يرحل. فلا أظن يا سيدي أنه يكون الباعث على الجريمة مجرد قول لموكلتي، بل الأمر مبعثه سبب خفي لم تستطيع النيابة الوصول إليه. إن هذا السبب هو الباعث على الجريمة وليس تحريض موكلتي والتي رفعتها النيابة في قرار الاتهام إلى مرتبة الاشتراك في الجريمة. إن العلاقة الآثمة بين المجني عليه والمتهمة الأولى هي السبب العميق الذي أغر نفس المتهمة وحركها لتمسك بالسكين وتقضي رغبتها للتخلص منه، تخلص من مستعبد طالما أذاقها الألم. لكل هذا أطلب من المحكمة براءة موكلتي من التهمة المنسوبة إليها، تأسيساً على كون موكلتي لم ترتقي إلى التحريض على القتل. كما أطلب تحريات المباحث بشأن وجود علاقة آثمة بين المجني عليه والمتهمة الأولى، وما إذا كان المجني عليه حسن السير والسلوك من عدمه.
يا ترى كريم عامل ايه؟ قادر ربنا يفك كربك يا اختي. هاي فوزية قولي لي، كريمة جت معاكي؟ كريمة راحت المحكمة. ليه؟ بنتها قالت لها ما تروحش. هي جات لوحدها، مروان حجز لها غرفة في الفندق، سابتها وجات. القاضي حكم؟ لا، أجل. شهد فين؟ شهد في مصر. تعمل ايه؟ تيجي تقولي إن هي اللي حيحصل؟ وفين مروان؟ وفين حسن؟ كريمة مش هتتحمل يوم واحد في الحبس كده. محدش في يده يعمل حاجة. يا ريت اللي أنا شايفاه ده كان من زمان. كريمة بتكفر عن اللي عملته في الدنيا عشان لما تقابل وجه كريم ساعتها مفيش كلام يتقال. رايحة فين؟ تعبانة، دماغي فيها بابور طحين من الصبح، مش قادرة. عايزة أشوف الواد أطمن عليه. هتعمل إيه يا جبرية؟ هتعمل إيه؟ يمكن صح، ربنا عاوز يغفر لكريمة. طب وأنا الحق روحي كيف؟ أقول إيه لربنا ساعة حسابه؟ أقول إيه وأعمل إيه؟ أنا متشكرة قوي على وقفتك جنبي. ما تقوليش كده، أنا معاك لغاية ما المحاكمة تخلص. أنت إيه رأيك؟ في إيه؟ في موقف ماما. أنا محتاج أعمل لها زيارة، محتاج أتكلم معاها، بس عشان أكون صادق معاكي البراءة صعبة أوي. أنا حاولت أقنع هيئة المحكمة بكل الطرق بس صعب. كنت عايزة أتكلم معاكي يا عزت. شاهد، أنا اللي محتاج أتكلم معاكي. شاهد، أنت من يوم ما سافرتي وأنا ما بطلتش تفكير، ومخي عمال يجيب ويودي. لو قلتلك إن أنا ما نمتش ولا دقيقة جايز ما تصدقنيش. شاهد، أنا محتاج جنبي، هو ده اللي أنا واثق منه، بس صعب. صعب يا شهد بعد اللي سمعته واللي عرفته. صعب، مش عارف أقولك إيه. أنا عارف إن أنت كنت عايزة تجيبي حقك بأي طريقة، وإن عقلك دفعك إنك تجيبي حقك. هي دي المشكلة يا شهد.